اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. يا لهذه الصلاة من أجر وثواب، وخصوصا في مثل هذه الأيام، أيام ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نبارك لكم أحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، هذه المناسبة الميمونة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين باليمن والخير والبركة. أحبتي، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة خاصة حول ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. وفي قصيدة أخرى لشاعر آخر يقول: ولد الهدى فقيل يا نار اخمدي، وأفض ضياءك يا جبين محمدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، نرحب وإياكم بضيف الحلقة سماحة السيد محمد أمين شبر، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بهذه المناسبة العطرة. حياكم الله وأسعد الله أيامكم بهذه الذكرى العطرة الميمونة إن شاء الله. الله يسلمكم. ابتداء سماحة السيد، ماذا تعني لكم ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ ولادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعني لنا الكثير الكثير. ولادة النبي هي ولادتنا جميعا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. ولدت هذه الأمة بولادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الولادة تعني لنا المنة الإلهية الكبرى، نعمة الله الكبرى علينا هي ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الله علينا لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولكن لو سألتني يا أخي العزيز، ما هي أعظم نعمة علينا؟ أعظم نعمة، لقلت لك أن أعظم نعمة هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأستنبط ذلك من قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين. شوف المنة الإلهية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربما تأييدا لكلامكم سمحت السيد، أنه في القرآن الكريم نجد ذكر لنعم أخرى، ولكن لم يذكر المنة الله عز وجل في قرآنه. هنا ذكرها، هنا ذكرها واضحة جدا. لقد من الله، هذه المنة، هذه المنة الإلهية، هذه النعمة الإلهية الكبرى، من برأيي أفضل النعم علينا وأعظم النعم. وإلا شوف ذيل الآية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الناس كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأية حالة؟ كان يقول أحدهم: كان يأكل بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض، كنا نأكل الخنافس والجعلان والحيات والعقارب. الزهراء سلام الله عليها، كما جاء في خطبة الزهراء سلام الله عليها، الزهراء عليه السلام ماذا تقول؟ وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نهزة الطامع، موطئ الأقدام. الله، موطئ الأقدام، يتخطفكم من حولكم، منو أنتم؟ شنتم تسوا بها حالة؟ فأنقذكم الله بأبي
محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي يمثل لنا هذه الولادة، تمثل لنا النور. الأمة كانت في ظلام، ومحمد صلى الله عليه وآله هو نور بنص القرآن الكريم، قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم الله نور وكتاب مبين. وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. ربما نأتي إلى هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلا سمحت السيد، مسألة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه نور، هو و14 معصوم بشكل عام. كما تنقل الروايات على اختلافها، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ولد توفي أبوه عبد الله، بعض الروايات تقول شهرين، بعض الروايات تقول سنتين، وهكذا أمه كذلك توفيت في بعضها، البعض يقول شهرين، بعض يقول 6 سنوات. صحيح. المهم في إذن توفي ولد النبي وقد توفي والداه وهو يعني لم يتجاوز 6 من عمره. هل في هذه الحالة هناك سر إلهي، سر من السماء؟ ماذا أرادت السماء؟ لماذا جعلت النبي يتيما من صغر سنه؟ طبعا هذه ناقشها العلماء، ووردت روايات كثير عن الأمة سلام الله عليهم، خصوصا اللي يحب يراجع كتاب الشيخ الصدوق علل الشرائع، موجودة هذه التساؤلات والأجوبة. وبرأيي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يتيما لكي نعرف أن أصحاب الأموال وأصحاب الدنيا وأصحاب المناصب لا يشترط أن يكونوا هم العظماء في الدنيا، وإنما يدلنا ذلك على أن يتيما قلب الدنيا بمفرده، بإرادته، بتوكله على الله، بصبره، بتقواه. لاحظ، يتيم واحد صار أعظم رجل في العالم. نستفيد كذلك أن المحن هي التي تصنع الإنسان. لا يمكن لأمة أن تنهض من دون أن تطهرها نار العذاب. شوف، أحد العظماء هكذا يقول. أكثر عظماء الدنيا صاروا هم الأيتام، الفقراء. لاحظ إسلام، ووجدك يتيما فآوى، وجدك عائلا فأغنى، جد فقير يتيم. فهذا اليتيم كذلك فيها عبرة، أن الأيتام حينما نرى الكثير من الأيتام الإنسان يشعر باليتم، يتذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فتهون مصيبته. إيش قد رأينا أيتام أبناء شهداء قتلهم الطغاة، هاي التفجيرات صار لها سنوات، إيش قد ولدت لنا أيتام. هذا اليتيم حينما يشعر بالغربة بالوحشة يتذكر أن نبيه صلى الله عليه وسلم هو اليتيم، فتتبدد الوحشة، يقول أنا ما أستوحش لأن نبي يتيم كان. لاحظ كيف، مثل اللي يفقد لطفل، زين ابنه يفقده يتذكر النبي فقد أبنائه، يقال 3 أبناء فقدهم بحياته. مثل الآخر اللي يفقد أخاه، أخ عزيز، يتذكر مصيبة الحسين بأبي الفضل العباس عليه السلام فتهون مصيبته. ليفقد لطفل آخر رضيع يتذكر مصيبة الحسين بمقتل طفله الرضيع على صدره سلام الله عليه. ليفقد ابن شاب يتذكر مصيبة الحسين بولده علي الأكبر. هاي كلها لنا، كلها دروس، كلها عبر، كلها تكمل جراحاتنا. بعض التفاسير سمحت السيد تقول
بأن الله عز وجل ما أراد أن يبقي أحدا له حق على النبي، كما تعلم ويعلم الجميع بأن الوالدين حق على ابنهما، فما أراد أن يبقي لأحد، خصوصا يعني بعدما يكبر النبي ويصبح نبيا إلى آخره. ماذا تقول هذا الجواب؟ أنا تسبقتني، هذا أنا قاري هو في علل الشرايع. أجاب الإمام الصادق عليه السلام عمن سأله عن العلة في جعل الله تعالى للنبي يتيما، أجاب بالنص هذا الجواب، أنه لكي لا يوجب علي حقا لأحد، هذا هم موجودة هم لا بس. قد هذا تقدر تسميه فد جواب عقائدي. النبي ماكو أحد إلى حق على النبي، بل هو له الحق على الجميع. فهذا اليتيم ماذا صنع؟ كيف نشأ؟ نستفيد أن الإرادة الصلبة للإنسان، أن التوكل على الله، أن العزيمة لها الدور اللي هو أهم مما ينشأ الإنسان في أسرة مترفة، في أسرة أموال طائلة ودلال وغير ذلك. وقدوتنا النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بكل شيء هو قدوتنا، ترى مثالنا بكل شيء النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نجعل النبي وآله صلى الله عليه وسلم هم القدوات، هم النماذج التي نحتذي بها. لاحظ كيف؟ فهذا اليتيم ماذا صنع؟ هذا اليتيم جعله الله سيد البشرية، جعله علة الكائنات، لننظر إلى الأيتام، حين نستفيد من ذلك كذلك. أن أيتام الآن أعتقد ذاك مسوى إحصائي 5 ملايين يتيم أدنى بالعراق، 5 ملايين يتيم. علينا أن نستخرج من هنا الطاقات، أكون الطاقات على صعيد العلم، على صعيد الفقه، على صعيد الصناعة، على صعيد الزراعة، على صعيد السياسة. علينا أن نهتم بالأيتام، علينا أن نبني لهم معاهد، جامعات خاصة بهم، كليات خاصة بهم، رعاية خاصة بهم، أن نشجعهم، نشجع الطاقات، طاقات الأيتام. الاهتمام باليتيم سماحة السيد له فوائد بالتأكيد كثيرة، امتصاص غضب الأيتام، لأن هذا فاقد لأبيه، فاقد لأمه، فاقد العاطفة، يجب أن يعوض بالعاطفة. ربما لو أهمل اليتيم لا قدر الله يكبر ويصبح مجرما، يحقد على المجتمع، يحقد على المنطقة، يحقد على المكان الذي نشأ وترعرع فيه وأحس وشعر باليتم. سمعت السيد، بالتأكيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد وفاة أمه تكفله جده عبد المطلب، ومن ثم أبو طالب، عفوا أبو صح عمه أبو طالب، عمه أبو طالب. ماذا كان بالضبط دور يعني منذ أن تكفله أبو طالب حتى وفاته بعد البعثة النبوية؟ يعني دور أبي طالب عليه السلام، الشخصية العظيمة أبو طالب حقيقة له الدور العظيم في انبثاق الدعوة الإسلامية المباركة، وهذا الرجل مظلوم من قبل البعض ممن يدعون الإسلام مع الأسف الذين قالوا بكفره، بينما أبو طالب هو المؤمن، مؤمن قريش كما يسميه بعض الكتاب، له أبيات أحصى شيخنا الأميني قدس الله سره في كتابه الغدير القيم، 3000 بيت شعر لأبي طالب عليه السلام كلها تنضح بالولاء بالإيمان بالإسلام. يعني مثل هذا البيت الشعر إلى لأبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. الله، يعني أكو كافر تشي يقول ينضم،
أو يخاطب النبي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد دعوت وكنت ثم أمينا. الله، الشعر إلى هذا، ومواقفه العظيمة، تضحيته من أجل الإسلام، من أجل نبي الإسلام. من اللي يتحمل حصار 3 سنوات جوع وخوف وعطش وكذا؟ أبو طالب تحمل 3 سنوات من أجل ماذا؟ لو كان كافر ما مستعد يتحمل هذا. إتش قريت في سيرة حياة الرجل العظيم أنه نصف الليل يومية يغير مكان النبي ولا قم يا ابن أخي لا يغتال. أحسنت. قام واحد من سفهاء مكة يندل مكانه ويفوت يقتله، يخلي أولاده يضحي بهم، وأولاده لهم الدور، جعفر والإمام علي عليه السلام في حراسة النبي، في قيام الإسلام. لاحظ كيف. فلذلك أبو طالب، يعني حتى أكو رواية إن الله تعالى، نزل جبريل عليه السلام قال يا محمد إن الله تعالى حرم النار على بطن حملك وعلى حجر كفلك. من الذي كفله؟ كفله أبو طالب عليه السلام. محرم النار على أبي طالب، هذا المؤمن له الدور الريادي في حماية الإسلام. يعني دولة كانوا قريش بوجود أبي طالب عليه السلام ماكو واحد يجرأ على أذية النبي أبدا بوجود أبي طالب. ويذكرون مواقف أنا قارئ حتى في كتب إخواننا السنة. نستكمل هذه المواقف سمحت السيد عذرا بعد أن نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله. سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، فاصل ولا نعود معكم، فتفضلوا بالبقاء معنا. عن جابر بن عبد الله قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله أول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خير. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف الحلقة سماحة السيد محمد أمين شبر، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. إذن لأبي طالب عليه السلام مواقف عدة، مواقف كثيرة، مواقف دفاعية، نضالية، إيمانية، عقائدية مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. حبذا لو نستعرض بعضها كذلك. يذكر بعض المؤرخين من أخوان السنة والجماعة هذا الموقف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته يصلي في الكعبة، وكان الحضور قاعدين جماعة، أبو جهل ومن لف لفه، فقال أبو جهل من يقوم لمحمد ويفسد عليه صلاته؟ فقام رجل يقال له عبد الله ابن الزبارة، هذا موجودة ذبيحة كانت، أخذ الدماء الفرث وغيرها وقام يلطخ وجه النبي وراسه وجسم النبي في أثناء الصلاة، وهؤلاء يتضاحكون أبو جهل وأمثاله. فانتهى النبي من صلاته، جاء إلى عمي أبو طالب، فلما رآه أبو طالب عليه السلام استشاط غضبا، من فعل بك هذا؟
قال له النبي مجموعة قاعدين بالكعبة، فقام أبو طالب أخذ بيد النبي وجاء مسرعا. هؤلاء نظروا إلى أبي طالب، شافوا الشرر يتطاير من عينه، حاولوا الفرار. صاح بهم: لئن قام أحد منكم لجللته بسيفي هذا. الله. اجلسوا. قعدوا. التفت النبي التفت أبو طالب عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، من فعل بك هذا؟ أشار إلى عبد الله بن زمر. أبو طالب قال له: قم. وقف هذا عبد الله بن زمر، أخذ أبو طالب فرث ودماء وفضلات الذبح، وقام يلطخ رأس وجه هذا وجهه وجهه، وامشوا ولوه. وقام وكان أكثرهم انكسارا أبو جهل. هاي الحادثة يروح. ها. ثم قال لهم: لأن تعرض أحد إلى ابن أخي محمد لجللته بسيفي هذا. حذرهم. هاي الواقعة يروها، قلت لك سنة وشيعة، بس أكو تعليق هنا أنا قريته مع الأسف. يجي واحد من دون ذكر اسمه من هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم، بران على قلوبهم، الآية تقول عليهم العميان، عميان القلوب والبصائر، أعماهم الحقد. حقد. والحقد على أمير المؤمنين. أيوة، على النبي، على النبي الحقد قبل أمين، على النبي. يقول هذا واحد منهم كتاب اسمه زين الفتى، وعنده الحافظ الفلاني، يقول: أما أبو طالب بعد ما يذكر هذه الواقع اللي ذكرتها، يريد يعلق الآن، يريد يبث السم. أما أبو طالب فقد مات كافرا بعد كل هذا، بعد كل هذا مات كافرا. وأما عبد الله ابن الزبارة فقد أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه. والسلام. أرأيت حاقدا كهذا؟ يعني ما يحترم عقله في الواقع. لا يحترم عقله، لا يحترم الأدب، لا يحترم التأليف، لا يحترم الناس، لا يحترم. زين، أبو طالب هذه الشخصية العظيمة، موقف العظيم من الرسالة الإسلامية ودفاعه واستماته، ولكن كما يقول شيخنا الأمين على الله تعالى مقامه: ذنب أبي طالب أن ولده علي. علي هو هذا، بس هذا قتال العالم. يقول: كلما حاول القوم توجيه سهامهم إلى علي لم يفلحوا. شون علي؟ شون علي؟ البخيل؟ لا، إجا واحد من معسكر مع علي، راح المعاوية، من دول أهل اللقمة، أهل التعبير حلو، شفاه على نعال السلطان. ماكو هؤلاء عباد أنفسهم. قال له: جئتك من أبخل الناس، يقصد علي بن أبي طالب. معاوية عدو لدود الإمام. شوف إيش جاوبه، غضب معاوية، قال لك: اسمع علي بن أبي طالب بخيل، اسمع اسمع اسمع، احكي غيره، شلون تقول غيره؟ قول غيره: لو كان لعلي بيتان، بيت من تبر وبيت من تبن، تبر ذهب، لأنفق تبره قبل تبنه. صهن مش ولا طلع برا، ما شهدت به الأعداء. يدخل آخر هم من ذول المنتفعين المصالح، يقول له: جئتك من أعيا الناس، يعني ما يعرف يحج. تيجي قال له معاوية: ويحك، وهل سن البلاغة إلا ابن أبي طالب.
هو منو علم البلاغة الناس؟ هل أنت تقول ما تعرف يحكي؟ شوي من تتهمون شوي تهموا عدل، ها صفط لك فد حكي شوية معقول. أحسنتم صراحة السيد. نعود إلى النبي الأكرم وولادته ومحور عقائدي لابد وأن نشير إليه. علماء الشيعة أطبقوا على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معصوم منذ ولادته وحتى مماته. بعض المذاهب والفرق الإسلامية الأخرى تقول لا، عصمته فقط أولا في ما نزل من الشرع، وثانيا في بعد التبليغ، في التبليغ فقط. وما وبعد البعثة وليس منذ الولادة. ما هي أدلتنا على أن النبي هو معصوم منذ الولادة؟ طبعا موضوع العصمة فد موضوع دقيق وشائك، وتحدث فيه الكثير من العلماء ومن المفسرين ومن الفقهاء، وكان الاختلاف في الآراء حتى عندنا ترى على صعيد علماء الشعب بينهم يختلفون. الشيخ الصدوق إلى رأي، نعم، الشيخ المفيد إلى رأي في مسألة العصمة، نعم. فقسم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو معصوم فقط في طريق التبليغ، يعني إذا مثلا جبرائيل عليه السلام أنزل شيء على النبي ما يصير يشتبه به، مثلا ينزل حكم الزكاة مثلا ما يصير النبي يسهو، هذا سهو النبي اسم العنوان، يقول لا ما النبي ما قال بالزكاة، لا هاي تستحيل، أكو رأي هكذا في أمور التبليغ يعني، أما هاي معصوم فيها. أما أمور أخرى، أفرض النبي يذكرون أدلة مثلا في معركة معركة بدر قبل المعركة، النبي مثل إجا بالجيش مالته وقفوا في مكان معين فد هضبة، فجاء رجل من أصحابه قال يا رسول الله هذا المكان النبي الله أمرك فيه هنا ترابط؟ قال له لا، قال له أنا أشوف هذا مو مناسب لو ننتقل بذاك المكان، قال لا بس أخذ برأيه. أو تأبير النخل هم يروها أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نأبرها بالواحد، قال له لا أنا أخبر أنه نأبرها بفلان وقت فلان شهر موسى، النبي أخذ برأيه. هؤلاء أصحاب الرأي القائل بأن العصمة فقط في التبليغ. أما مثل بالصلاة يسهو النبي لو لا؟ يقول لك لحم يسهو مثلنا، شو احنا أشك أنا صلاة الصبح هاي بين ركعة ثلاثة وأربعة مثلا، يقول لك إنسان هو، أو ينسى حاجته، سألت شو مفتاح سيارتك تنسى وين خليته، يقول لك النبي إذا مدني مو مشكلة ينسى. هذا الرأي يذهب إلى حتى بعض فقهائنا. أما برأيي هذا اللي أميل أكثر عليهم علمائنا، أنه النبي تستحيل عليه كل النواقص، أي كل نقيصة، وهذا الرأي القائل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلني الله نبيا وآدم بين الماء والطين. النبي متكامل في كل شيء، أمير من كذلك، يروي أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه يقول دخلت أنا وعلي بن أبي طالب عليه السلام في واد كثير النمل فقلت سبحان محصيه، نمل شايف عدده سبحان يحسب هذا، فسمعني علي عليه السلام قال لا تقل هذا، قل سبحان باريه، إني والله محصيه وأعرف الذكور من الإناث. الله محصوم كل شيء يعرف. آخر يقول الإمام علي يريد يحمل فاستوى يريد يحمل معركة الجمل قدمت له عسل، قال هذا عسلك يمني حضرمي كذا كذا أوصافه،
بس اجي نظره من بعيد. انت شلون تعرف العسل؟ تعال حلله ودخله بالمجهر. ها؟ ف او قاعد على المنبر زين عليه السلام زين واحد يسأله ما هو العدد الذي اذا قسمناه على واحد على اثنين على ثلاثة على اربعة على خمسة على سبعة لا يبقى منه باق. اضرب ايام سنتك في ايام شهرك تعال شوف ماكو شيء ما يعرف المعصوم. احنا هذا راينا انه النبي صلى الله عليه وسلم متكان في كل شيء في كل شيء. او يجي مثلا هشام بن عبد الملك الطاغيه الاموي يقول الامام الصادق تعال ارمي بالسهم. قال له عفن قال له من واقع ويجيب السهم بالسهم بالنقطه. فماكو شيء ما يعرفوا اهل البيت ولا يخطئون والا لم يكونوا حجج لله عز وجل. الانسان يريد له قدوه له يعني القدوه متكامل ما يخطئ. يعني مو باكر احنا نعطي ثغره انه نبينا ما عرف هذا وامامنا ما عرف هذا والمعصوم هذا ضعيف به. ما عندنا شيء كل شيء العقل يقر ذلك والنقل كذلك. احسنتم احسنتم سمعت السيدة. نذهب الى فاصل اخر ثم نعود معكم ان شاء الله. سادة المشاهدين الكرام فاصل ولنا عودة اخرى معكم بعونه تعالى. طاب المديح بطه والكون شرح ضياء يبقى تفضلا وجاها يبقى تغلب الانبياء يبقى تغلب الانبياء. طاب المديح بطه والكون شرح ضياء يبقى تفضلا وجاها خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء. صلوا على بدر التمام وآله خير الأنام 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 وآله خير الأنام صلوا على بدر التمام وآله خير الأنام صلوا على بدر التمام وآله خير الأنام وآله خير الأنام. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية في الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة الخاصة حول ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت السيد للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالتأكيد كرامات كثيرة منها شق القمر مثلا منها المعجزة الخالد القرآن الكريم الإسراء والمعراج. بالتأكيد لكل كرامة أو لكل معجزة هدف سماوي هدف من قبل الباري عز وجل. الإسراء والمعراج يعني الإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات السبع. كيف عرج النبي كيف أسري بالنبي وكيف عرج به ويعني ما هي الأسباب ما هو الهدف من قبل السماء لهذه الكرامة ولهذه المعجزة؟ طبعا الإسراء والمعراج هذه ذكرت في القرآن الكريم. نعم. يعني مو رواية حتى واحد. نعم. يقولها ضعيفة هاي. نعم. عندنا سورة كاملة سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. شوف لنريه من آياتنا
الإسراء والمعراج الهدف منها طبعا معاجز النبي والأنبياء كثيرة، ومعاجز نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شنو يتعلق المعجزة؟ هو الأمر الخارق للعادة أو الخارق للطبيعة. يعني إيش مثل إيش مثل أفرض إحنا عندنا النار تحرق، طبيعة النار تحرق. الله تعالى يريد، هو خالق النار يريد يسلب منها الإحراق كما فعل، كما جعل فيها الإحراق يسلبه منها أحسن. كما فعل بمعجزة مع من إبراهيم. إبراهيم عليه السلام وقلنا يا نار كوني بردة وسلام على إبراهيم، صارت بردة أخذ يرتجف من البرد. الله هو خالقها، فإذا مو عجيبة. لاحظ كيف؟ بالنسبة للزمان والمكان، الله خلق الزمان وخلق المكان، مو صحيح؟ نعم. مين خلقه؟ هذا الزمان الآن اللي إحنا عليه نشوفه، اليوم يتكون 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، والبر تريد نسافر، اليوم أريد أسافر إلى بغداد مثلاً، أحسب كم ساعة، كم دقيقة، كم. الله تعالى هذا الزمن إذا أراد بحكمته أن يسلب الزمن مثل الإسراء والمعراج، يسلب خاصية الزمن، خاصية. فش يجعل سفرة النبي صلى الله عليه وآله، هاي السفرة المباركة، سفرة الإسراء والمعراج، اللي يعني كم كيلومتر الآن من مكة إلى فلسطين، زين، يعني بالتأكيد أكثر من 1000 كيلومتر. هاي قطعها ما تقدر تحسب الزمن، مثل سرعة الضوء. سرعة الضوء كم؟ 300,000 كيلومتر بالثانية. ثانية شوف الضوء شلون 60 أو 300. نعم. لا، فالآن أكو سيارة تمشي من هنا لبغداد تروح، يريد لها 3 ساعات. الضوء مو مثل السيارة سرعته، لاحظ. نعم. او مثلا ذلك الذي جاء بعرش بلقيس برمشة عين من اليمن الى فلسطين، قال اني اتيك به، اول واحد قال قبل ان تقوم من مقامك، قال لا انت تطول عليه. ثاني ايش قال له؟ اني اتيك قبل ان يرتد اليك طرفك. قبل لا هيك تقول هو جاي من اليمن إلى فلسطين. هذا قرآن، هذا قرآن، مو رواية حتى واحد يقول ضعيفة. الإسراء والمعراج نفس الشيء، حدث ترى يعني لحظات، إيه مو ليلهم كلها، ترى لحظات. أنا أريدها يعني المشاهد الله يبارك فيه يتصور إيه. علم علمين جاي نتكلم إحنا، تسرعة الضوء خلي المثال، هذا قرأ. فاللي حدث أنا برأيي تحليلي، هاي المعجزة الخالدة الإسراء والمعراج، المعجزة العظيمة اللي الله خص بها، فقط خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماكو أحد من الأنبياء صلى الإسراء والمعراج. تحليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نور. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتكون من جزئين، جزء بشري مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، نبي بشر، يتزوج ويمرض يمشي بالأسواق ويضحك ويصير عصبي ويتمازح، ها إنسان بشر، بشر يأكل ويشرب كل شيء، كل شيء بشر. جزء الأول. جزء الثاني، الجزء الإلهي، الجزء النوراني. لذلك أقول لو لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نورا لما استطاع أن يخترق 7 سماوات. 7 سماوات اخترقها، هذا لو ما نور ما يخترق، لو بس بشر ما يخترق. الآن أنا وياك نقدر شوي نصعد للسقف هذا، نقدر نخترق سقف هذا البسيط اللي نص متر. هذا النور وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
اخترق 7 سماوات ووصل إلى مكان حتى جبريل قال الآن ما مسموح لي أوصل له. تعرف كيف؟ قاب قوسين يا ولدي. لذلك زين هذا النور شاعر شو يقول؟ يقول له فيا محمد هذا العرش فاستلمي. فهذا الإسراء محمد نور. قلت لك الآية تقول بعد أكو آية أخرى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بعد وداعيا وداعيا إلى الله بإذنه بعد وسراجا منيرا سراجا منيرا سراجا منيرا. خل أحاديث كثيرة قال صلى الله عليه وآله وسلم كما يروي سلمان رضي الله تعالى عليه سلمان المحمدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. فلما خلق الله تعالى آدم قسم ذلك النور جزئين فجزء أنا وجزء علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمعت سيد معاجز وكرامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كثيرة، ولكن أكبر معجزة جاء بها النبي واللي هي معجزة النبوة القرآن الكريم، وهذا واضح من خلال الآيات القرآنية حيث تحدى القرآن في مواضع كثيرة الكفار والمشركين بأن يأتوا ولو بآية واحدة، بدأ من السورة حتى وصل إلى الآية أو الكلمة إلى آخره. هذه المعجزة العظيمة، هذه المعجزة الكبيرة، كيف يجب علينا أن نعتني بها، أن نهتم بها؟ الآن ما شاء الله المطابع كثيرة تطبع القرآن بشكل مزخرف، الجلاد الداخل الخارج بالألوان بالألوان ونأتي به ونضعه في الدرج في المكتبة. كيف إذن علينا أن نجعل لهذا القرآن الحرمة الحقيقية التي يستحقها؟ لو سألت اليهود من هو نبيكم؟ إذن هو أنبياء بني إسرائيل، لكن لقوا لك موسى. لو سألتهم ما هي معجزة نبيكم؟ لقالوا لك العصا، عصا موسى. عجيبة العصا. نعم. أين معجزته؟ يقول لك ذهب موسى وذهبت معه عصا. أما تقول التوراة، لا التوراة محرفة، هم يقول هاي تقول كذا هاي تقول كذا، عدة كتب صارت. تعال إلى النصارى سلهم من هو نبيكم؟ يقول لك عيسى عليه السلام. ما هي معجزته؟ كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي العظام والميم بإذن الله. وين معجزته؟ يقول لك ذهب وذهبت رامز. أنا أجيل عدهم مدري شم إنجيل صار 12 وصل كذا، كل واحد يقول شكل زين. إبراهيم كذلك عليه السلام عنده الصحف، وين إبراهيم؟ وين الصحف؟ ما ندري بها وين. أما أنت أيها المسلم فلو سألوك ما هي معجزة نبيكم صلى الله عليه وسلم، علينا أن نفتخر نقول معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن. وهذا القرآن، هذا القرآن، لا تحرف، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه ولا من تحته ولا من، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. القرآن صار 1400، احنا بيا سنة الآن 1436 سنة، يتحدى البلغاء العلماء الأدباء فلاسفة، وما استطاع أحد أن يجد مثلبة أو خطأ صغيرا في القرآن الكريم.
بل على العكس، ذاك اليوم فد واحد عندي اسمه كاتب عالم فيلسوف وقسيس اعتقد امريكي كان، نعم، محتفظ باسمه والصحيفة، هذا قرر انه يدرس القرآن سنوات، 10 سنوات بقى حتى يطلع الأخطاء اللي من ناحية علم الرياضيات، من ناحية علم الفيزياء، من ناحية علم الأداب. طلع النتيجة هذا أسلم، صار مسلم، يقول شلقيت أسرار بالقرآن. وهكذا سمعت السيد كل من درس الإسلام، درس القرآن، درس سيرة أهل البيت سلام الله عليهم بتجرد ومن دون عصبية 100% سيصل إلى بدون تطرف، وبدون تطرف أهم شيء يصل إلى حقيقة وجوهر الإسلام، حقيقة وجوهر هذه الرسالة. سليمان كنتاني رحمة الله عليه المسيحي. الوقت أدركنا سماحة السيد، عذرا إن شاء الله في حلقات قادمة وفي برامج أخرى معكم ونستفيد من فيض معرفتكم إن شاء الله. سماحة السيد محمد أمين شبر، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة، ومرة أخرى أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة العطرة، حياكم الله. والشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، أسعد الله أيامنا وإياكم مرة أخرى بهذه المناسبة العطرة، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا من السائرين على درب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.